نعم لخلق وحدة نقابية قادرة على خدمة مصالح العمال وانتزاع حقوقهم المشروعة. عنوان اتخذته 5 مركزيات نقابية شعارا لها في نشاطها المخلد للعيد الدولي للشغل والذي يصادف فاتح مايو من كل عام. النشاط الذي احتضنه المتحف الوطني بنواكشوط وشارك فيه عدد من العمال المنتسبين للنقابات 5 شهد تقديم عريضة مطلبية موقعة باسم النقابات شملت ما يزيد على 20 مطلبا، مع التنويه بأهمية هذه العريضة ودعوة الجهات الوصية للاستجابة لها. وسد الباب أمام الانفلاتات في الأمن والسلم الاجتماعي، نقدم عريضة مطلبية أملنا فيها أن يعي كل الشركاء إننا يجب أن نتفق على أن موريتانيا يجب أن تعبر مرحلة بأمان وسلام، ولأننا ندرك أن ذلك يمر حتما بالنظر بجدية لهذه العريضة التي نؤمن بأنها ستساهم في تحقيق ما نصبو إليه ونقدمه إليكم كما يلي: 1 إعادة مراجعة مرسوم التمثيلية النقابية بطريقة توافقية تنسجم مع المراحل التي تم الاتفاق عليها سنة 2008. كما تم خلال النشاط إلقاء خطاب باسم النقابات أكدوا فيه حرصهم على تكاتف الجهود لإرساء العدالة وتكافؤ الفرص من أجل ولوج الجميع إلى الخدمات الأساسية، مع التذكير بالظرفية الصعبة التي يمر بها العالم. كما نحرص في مجموعة المركزيات النقابية 5 على تكاتف الجهود في سبيل إرساء العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والولوج لولوج الجميع إلى الخدمات الأساسية والحياة الكريمة اللائقة لجميع العمال. أيها العمال، أيتها العاملات، إن الظروف الدولية التي يعيشها عالمنا اليوم من حروب وأزمات خانقة والتي تلقي بظلالها على كل مناحي الحياة أثرت بشكل كبير على الطبقة العمالية، الأمر الذي يستدعي منا كنقابيين مهمتهم الأصلية الدفاع عن حقوق العمال المادية والمعنوية. ورفعت خلال الحفل شعارات عدة من بينها المطالبة بتحسين ظروف العمال وتخفيض أسعار المواد الاستهلاكية وتوفير باصات لنقل عمال بعض الشركات، وكذا توفير عقود عمل غير محددة المدة.